أسدل الستار على فعاليات معرض البحرين الدولي للحدائق الذي أقيم على مدى 4 أيام تحت شعار الماء تجديد الحياة. هذا وقد تم الإعلان عن جائزة أفضل جناح مشارك في الركن التوعوي بالمعرض في فئة المؤسسات الحكومية، وفاز بالمركز الأول المجلس الأعلى للبيئة، فيما فازت وزارة شؤون البلديات والزراعة بالمركز الثاني، وفي المركز الثالث وزارة التغير المناخي والبيئة من دولة الإمارات العربية المتحدة. علامة سنوية متميزة على خريطة المعارض العالمية حققها معرض البحرين الدولي منذ انطلاقته الأولى، وها هو يختتم أعماله معلنا نجاحا جديدا يضاف إلى نجاحاته السابقة، فكل مشارك في هذا الحدث كانت له بصمة واضحة في هذا المجال. ومن هذا المنطلق تم تكريم الأجنحة الفائزة بمختلف أنشطتها تكريما لهم وتشجيعا لكافة المشاركين على تقديم المزيد من الإبداع في السنوات القادمة. الجائزة حققت هدفها، اليوم أعلننا عن عدد من الفائزين في كذا نطاق، يمكن 3 مؤسسات حكومية و3 مؤسسات من القطاع الخاص، وكذلك مؤسسة تعليمية ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني. وفي فئات القسم التجاري أيضا اخترنا نوعيات معينة، يعني أفضل مشتل، أفضل خدمات زراعية وما إلى ذلك. الحمد لله رب العالمين، يعني كان لها صدى طيب، اللي فاز مستانس. منافسة كبيرة ولافتة بين المشاركين في المعرض، استعرضوا فيها مختلف الأنشطة المتميزة والأفكار الخلاقة والتي جسدت شعار المعرض لهذا العام وعززت المفاهيم الزراعية لدى زواره. احنا فزنا بالمركز الاول عن فكرتنا المسجد المستدام. طبعا هاي الفكرة جاتنا من عنوان معرض البحرين الدولي للحدائق اللي هو المياه تجديد الحياة، فياتنا فكرة ان احنا شلون نطبق ذي الفكرة عن من منظور المجلس الاعلى للبيئة واللي هو الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية لنا والاجيال القادمة. جامعة البحرين فازت بالمركز الاول على الفئات التعليمية. فكرة المعرض الماء تجديد للحياة، وجامعة البحرين بالضبط خذت جسدت احد الموائل البيئية مثلا الساب، واستخدمت احد النباتات المحلية. فزنا بالمركز الثاني لافضل جناح عرض، عرضنا في تقنيات معالجة المياه من ناحية الري، وعرضنا فيه تقنية الجرين هاوسز اللي هي المحميات، مع عرضنا إلى الأطفال وكيفية استخدامهم وزراعة وتعليمهم استخدام الزراعة والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة. التقنيات اللي عرضناها كلها مرتبطة بثيم المعرض وفكرة المعرض وهي المياه للحياة. إقبال كبير حققه المعرض في هذا الموسم، استقطب أكثر من 45,000 زائر من مختلف الجنسيات، حيث شكل نقطة جذب لشريحة كبيرة من الزوار لما يقدمه من المعرفة والتوعية والمتعة الزراعية في آن واحد، ولما له من دور في إحداث تغيير نوعي في المستوى المعرفي بأهمية الزراعة، كما إنه أسهم في إنشاء شراكات تجارية جديدة بين المؤسسات المحلية والدولية. أجنحة متميزة ومشاركات فريدة من نوعها حازت إعجاب زوار المعرض بما تضمه من أفكار خلاقة، واليوم يسدل الستار على أنشطته باختيار الأجنحة الفائزة والتي تفردت بمحتوى مستدام وصديق للبيئة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.